السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص مع فتحي باشاغة عضو مجلس النواب المقاطع من الصخرات المغربية، هو أحد المشاركين في الحوار الليبي برعاية أممية. أهلا بك سيد فتحي. أهلا وسهلا بك. إذن نبدأ الحديث عن آخر مستجدات في مدينة الصخرات المغربية. الآن المؤتمر الوطني عادل طرابلس في ظل تصريحات بأن تم الوصول لاتفاق سياسي وكذلك ترشيحات للعودة من أجل تشكيل ترشيح أسماء حكومة توافق وطني، كيف ترى ما وصل إليه الحوار الليبي حتى الآن؟ الحقيقة هذا نتاج يعني جهد طويل استمر لأكثر من سنة، وهذه الجولة هي تكملة للجولات الماضية التي جرت ما بين الصخرات وما بين جنيف وأيضا في غدامس. والحقيقة يعني الآن أصبح كل الليبيين يعني سياسيين وليبيين ووصلوا إلى أن إدراك تام أن لا مخرج لنا إلا بالحوار، ولهذا يجب علينا التوافق. وخلال عمل 3 أو 4 أيام عمل متواصل استطعنا أن نصل إلى اتفاق وندلل الخلاف في النقاط اللي هي كانت محل رفض من بعض الأطراف. والحقيقة كانوا كل الليبيين للمجتمعين هنا في الصخرات محل مسؤولية كاملة ووطنية كاملة، وعوا أن لابد من التنازل على بعض النقاط اللي كانوا يرفضوها واللي كانت محل خلاف، وأن التنازل هذا لا يعني أنهم خسروا، بل بالعكس احنا ربحنا ليبيا. عودة المؤتمر والبرلمان كذلك، حتى البرلمان عاد إلى طبرق، هي عبارة عن لعقد جلسات ولاستعراض ما جرى هنا وليضح كل طرف يوضح للمؤتمر أو للبرلمان، وضحوا لهم شن النقاط اللي قدرنا نوصل ليها والنقاط اللي ما زالت عالقة. ولكن بالمجمل يعني نقدر نقول لك أن الاتفاق بإذن الله تم. وكذلك بالنسبة للمؤتمر، لأنهم لم يحضروا أسماء معهم فذهبوا لهناك للتشاور حول الأسماء أو التصويت عليها، أعتقد أنهم حيصوتوا على الأسماء من اللي قدموها للترشح لمنصب النائبين هذين، وكذلك لتقديم الأسماء للترشح لمنصب الرئيس. إذن هل وصلنا الآن لمرحلة مناقشة تشكيل الحكومة القادمة؟ أعتقد أن بعد رجوع المؤتمر البرلمان سوف نبدأ مباشرة في مناقشة الأسماء التي سوف تختار للنائبين والرئيس. نعم، الآن الترشيحات لا تقتصر فقط على المحاورين الرئيسيين هما البرلمان والمؤتمر، بل حتى الأحزاب السياسية وكذلك المقاطعين والمستقلين وبعض الممثلين للمرأة سيكون لهم ترشيحات فيما يتعلق بالحكومة القادمة. أنتم كنواب مقاطعين هل جلستم مع بعض من أجل ترشيح أسماء في الحكومة القادمة؟ هي بالنسبة للترشيحات يعني وضعت آلية معينة بالنسبة للنائبين، لابد أن تقدم القوائم أو الأولوية تقدم القوائم من المؤتمر والبرلمان، وبالنسبة للرئيس هذا من كل المجتمعين هنا في الصخرات، الرئيس واثنين وزراء. بالطبيعي أن المشاركين في الحوار من أحزاب ومؤسسات مدنية تمثل المرأة سوف يكون لهم دور. مناقشات الجانبية كلها في البداية اقتصرت على تدليل نقاط الخلاف وعلى محاولة كل طرف يعني يبحث عن مدى إمكانيته لتقديم اسم أو اثنين أو التوافق على بعض الشخصيات الوطنية، يعني ككلام مبدئي وليس ككلام يعني. الآن أنتم متواجدون في الحوار هذا يمكن من بدايته حتى هذه اللحظة، ولكن هناك بعض النواب المقاطعون يتحدثون أنكم هنا تتواجدون فقط بصفتكم الشخصية ولا تمثلون كافة نواب المقاطعين، كيف ترد على هذا؟ بالنسبة لي نحن كنواب مقاطعين، وأنا أتكلم على نفسي وأتكلم أيضا نيابة على السيد سليمان الفقي، نحن موجودون من بداية الثورة في كل مكان، موجودون في الجبهات، موجودون في تحرير هذا الوطن، شاركنا فيه بكل قوة بكل فاعلية من بداية انطلاقه لنهاية انطلاقه. وكذلك هذا بالنسبة للمجهود الحربي، شاركنا فيما بعد الثورة في محاولة تهدئة الأوضاع ومحاولة لملمة جراح هذا الوطن، وكذلك مع المساعدة في البناء وحل المشاكل. ولما واتت الفرصة ودخلنا الانتخابات كان الحمد لله يعني انتخبنا أعلى أصوات في مصراتة، السيد سليمان الفقي تحصل 11500 صوت وأنا تحصلت على 6500 صوت، وهذا يدل على ثقة الناس فينا. ولما حدثت
الأحداث أن المقاطعين أن المؤتمر البرلمان انتقل إلى طبرق، وإحنا قطعنا هذه الجلسات، كانت عن قناعة منا تامة، ولم نندم يوم في يوم من الأيام، لأننا نرى أن العملية الديمقراطية يجب أن تسير سير طبيعي بما يوافق العملية الديمقراطية. قطعنا ودخلنا الحوار الأول اللي هو كان بين المقاطعين والبرلمان، وشاركنا بكل قوة وبكل قناعة وثقة في النفس، ومن ثم جاء حكم المحكمة. وكذلك لما رأينا أن الأمور لا قدر الله أن ليبيا سوف تدخل في وضع حرج ووضع خطير جدا جدا، وعرضوا علينا الأمر أن نشارك في الحوار الآخر، فشاركنا بعد التشاور مع مدينة مصراتة، وانطلقنا لهذا الحوار ولازلنا فيه، والحمد لله بفضل الله وبفضل جهود الناس الخيرة والناس الوطنية والتي ترى في مصلحة ليبيا فوق أي مصلحة، استطعنا أن ننجح هذا الحوار، وانضمت باقي الأطراف، ونحن نمثل بالنسبة لي أنا واحد نمثل النواب المقاطعين، ونمثل الثورة، ونمثل المدينة، ونمثل كل عمل وطني لصالح ليبيا، ومن يرى نفسه أنه نحن نمثله أيضا نقول نحن لا نمثلك، ولكن من يدعمنا هي المدينة، من يدعمنا هم التوار، من يدعمنا هي توابتنا، توابة الثورة، توابة ليبيا، توابت وأيضا دماء الشهداء التي في نراها أن احنا يجب أن نتحمل مسؤوليتها علينا. لما قمنا بالثورة قمنا الثورة من أجل ليبيا، ليس من أجل شيء آخر، ولازلنا من أجل ليبيا، وسوف نبقى من أجل ليبيا، ولابد هذه الثورة من أن تعالج جميع المشكلات التي نتجت بالطبيعة أن تنتج المشكلات، سنعالجها، سنرى الليبيين متحدين، سوف يرجع النازحون، سوف يرجع المهاجرون في الخارج، ونبني دولة قوية ذات سيادة تكون رقم من الأرقام على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. نعم، هذا الاتفاق يشمل عودة نواب المقاطعين ومن بينهم أنت إلى البرلمان المجتمع الآن في مدينة طبرق وفي مقره الجديد حسب هذه المسودة هي مدينة بنغازي. الآن هذه العودة هل ستشمل كافة النواب المقاطعين أم فقط المشاركين في الحوار؟ لا، هي الاتفاق والمسودة نصت على من يريد أن يرجع، في ممكن قد يكون هناك بعض النواب لا يريدون الرجوع البرلمان، هذا خيارهم وشأنهم، أما بعد الاتفاق فسوف نرجع إلى البرلمان بعد الاتفاق على المادة 16 اللي هي المادة 16 تقول يجتمع المقاطعين والبرلمان وهم مجتمعين اليوم ويتفقوا على المكان مكان الاجتماع ويتفقوا على اللائحة الداخلية والنظر في القرارات وكذلك على اللجان. بعد هذا الاتفاق أيضا سوف بإذن الله ينتهي غدا أو بعد غدا ويكتمل الاتفاق التام وتشكل الحكومة، سوف يرجع كل النواب المقاطعين اللي هذه رجوع بالرغبة، ومن بينهم نحن سوف نرجع البرلمان، ومن ليس له رغبة في الرجوع فهو شأنه حر به. ولكن عودة النواب المقاطعين الآن هل ستكون مؤثرة في تغيير مسار الذي كان يسير فيه البرلمان؟ بالطبيعة هي عودة النواب المقاطعين بإذن الله سوف يؤثر تأثير إيجابي في صالح ليبيا وفي صالح البرلمان، وكذلك بعد الاتفاق أنا أعتقد أن الجو أو المناخ العام سوف يتغير، تتغير النفوس، تتغير الأهداف، سوف نجد حكومة تجمع كل الليبيين. أعتقد أن التغيير سوف يشمل كل الليبيين وليس البرلمان فقط، أن التغيير يكون إيجابي وفي صالح دولة ليبيا، ويقعد تفكيرنا حكومتنا دولتنا ليبيا برلماننا مجلس أعلى للدولة كل مؤسساتنا هي مؤسسات كل الليبيين، ولهذا الصورة حتتغير بالكامل. نعم. والنفسية الليبية حتتغير بالكامل. نعم، لأن من ضمن بنود هذه المسودة هو عند عودة نواب المقاطعين ستقوم جلسة بحيث مناقشة كافة القرارات السابقة للبرلمان. هل تشمل هذه القرارات بعض القرارات الجدلية مثل توصيف بعض الجهات بأنها إرهابية، كذلك بعض الاتفاقات التي وقعت مع دول الجوار؟ هل سيتم مراجعة هذه الاتفاقيات، وهل أنتم قادرون على تغيير المسار فيما يتعلق بالمصوتين على هذه الاتفاقيات من قبل؟
هو ليس بعد عودة، هي اللجنة مجتمعة الآن في الصغيرات تجتمع للاتفاق على القرارات اللي صدرت من سنة 2014 فيما يخص البرلمان، هي اللجنة مجتمعة الآن. وكذلك هناك في الأخطاء في الأحكام الختامية في المادة 72 نصت أن بعد هذا الاتفاق تعتبر جميع القرارات في حكم الملغاة إلى أن تبت فيها لجنة خاصة، يعني القرارات صدر المؤتمر، القرارات صدر البرلمان تعتبر بحكم المجمد الآن بعد توقيع الاتفاقية، الآن تأتي لجنة خاصة وتدرس القرارات اللي فيها منفعة وفائدة الليبيين أو ترتب عليها أشياء ولا تضر المصلحة الليبية ولا تضر الاتفاق الليبي، هذه سوف تبقى القرارات. ماذا عن المناصب السيادية؟ المناصب السيادية لها مادة خاصة باتفاق البرلمان والمؤتمر بشكل لجنة يتفق البرلمان والمؤتمر والحكومة، وبالنسبة للمناصب السيادية يتفق على الشخص من هو اللي يكون يبقى الشخص أو يكلف شخص آخر يعني يدير هذه المؤسسة. إذا لن تكون كافة المناصب السيادية شاغرة بعد إتمام اتفاق السياسي؟ هذه تخص هي النقطة، هذه مازالت محل خلاف، لكن التركيز عليها يعني ما يخص القيادات العسكرية مازالت شاغرة. نعم. مازالت يعني لم تحدد بالضبط. نعم. النقطة. المناصب السيادية لو تحدثنا مثلا عن ديوان المحاسبة، عن مؤسسة الوطنية للنفط، مصرف ليبيا المركزي، هذا سيكون بعد توقيع المؤتمر كما هو متوقع في 20 القادم، ستكون شاغرة ويتم اختيار أشخاص جدد أم يتم مناقشة وضع الأشخاص القائمين عليها؟ لا، هي الاتفاق الأول نص على تشكيل لجنة من المؤتمر والبرلمان والحكومة لدراسة أو للاتفاق على هذه المناصب، سموها سبع منافق، يتفق على من هو مدير هذه المؤسسة باتفاق الطرفين. الآن هناك بعض الأطراف تدعو أنها تكون كلها شاغرة، ولكن مازال فيه مدد زمنية لم يتفق عليها، بعد هي نقطة بسيطة خلافية لكن أعتقد حتحل في اليومين القادمين يعني. وهل هذا سيعقل سير؟ لا لن يعقل، لأن هي نقطة بسيطة، هي على الوقت، هل أسبوع أو 10 أو 21 يوم، لا أعتقد أنها تعرقل يعني. لكن أعتقد أنها مهمة، نقطة جوهرية جدا يعني في متعلق بالمؤسسات السيادية. هي مدام فيها الأطراف. هي مدام فيها اتفاق فيها أن تكون لجنة من المجلس الأعلى الدولي اللي هو المؤتمر والبرلمان والحكومة، أعتقد أن الاتفاق سهل جدا جدا. نعم. ماذا عن وضع مدينة بنغازي من هذا الاتفاق، كيف ترى؟ هي وضع مدينة بنغازي يعني في الاتفاقية كان فيه مادة نصت على الاهتمام بمدينة بنغازي وعلى إعادة إعمارها، وبإذن الله هذه من أولى أولويات الحكومة القادمة اللي هو وضع مدينة بنغازي، لأن أعتقد أنا هذا اعتقاد شخصي مني، ما لم تحل مشكلة بنغازي وقضية بنغازي لن تهدأ ليبيا بالكامل. نعم. الآن هناك جسم جديد وليد على ساحة ليبيا حسب هذا الاتفاق، هو مجلس الدولة الذي يتكون من أعضاء المؤتمر الوطني وكذلك 11 عضو. لو تفسر لنا أكثر مكون هذا المجلس الآن حسب الاتفاق الأخير. حسب الاتفاق الأخير يعني كان في البداية الاتفاق الأول يكونوا 90 و30 من خارج المؤتمر، ولكن أجلناها يعني أجلت المادة هذه مناقشتها مناقشة جدية إلى آخر الزمن أو فترة الحوار، لأنها هي مادة صعبة شوية بالنسبة للمؤتمر، كان يطالب أن يكون العدد كامل، وفي أطراف أخرى تطالب البرلمان أو النواب المقاطعين أنهم لازم يرجعوا. على أي أساس نأخذ أعضاء المؤتمر؟ على أساس 2012 أو على أساس الحضور؟ ولكن الحمد لله الآن توصلت الاتفاق أن 134 عضو يأخذوهم من الواقع الموجود الآن اللي هم الموجودين، ويضاف عليهم 11 عضو من واقع انتخابات سنة 2012. والاختصاصات الأخيرة الآن من ناحية مجلس الدولة ستخلق نوع من التوازن بينه وبين البرلمان. هو التوازن موجود في المذكرة، الأولى، لا أعتقد أن هناك تغيير كبير يعني. بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة يشارك البرلمان في المناصب السيادية، وكذلك في المادة، في مادة أخرى في وضع أو تحديد المستويات القيادية للجيش الليبي، هذه بالتشاور بين البرلمان والمؤتمر ومجلس الأعلى للدفاع والحكومة، هذه كانت موجودة. وكذلك في لجنة صياغة الدستور يشترك المجلس الأعلى للدولة والمؤتمر فيها كلجان، موجود يعني المجلس الأعلى للدولة بفاعلية حتى من الاتفاق الأول في الأمور التي تخص الدولة الليبية، هو موجود ويكون حاضرا بتشارك ما بينه. كذلك في سحب الثقة مع
ما من الحكومة، هو موجود، لن تسحب ثقة من الحكومة إلا باتفاق المجلس الأعلى للدولة والبرلمان. هناك مادة أخرى في حالة في تعديل إعلان دستوري، لن يتم تعديل الإعلان الدستوري إلا بموافقة مجلس الأعلى للدولة، وأن يضمن أن لا يمس روح أو نص الاتفاق. اسمح لي سيد فتحي باشاغة أن نذهب لهذا الفاصل القصير من الصخيرات المغربية، ثم نعود لنواصل الحديث مع عضو مجلس النواب مقاطع فتحي باشاغة.